من بين 4 منافذ برية تربط اليمن بالمملكة العربية السعودية تبدو جميعها مغلقة. يبرز ميناء الطوال المنفذ البري الأكبر، واحد من أهم المنافذ، وقد خلصته قوات الجيش الوطني من قبضة ميليشيا الحوثي بعد أن سيطرت على الجانب اليمني من المنفذ في مارس من العام الماضي. لم تكتف الميليشيا بتسريح موظفيه وابتزاز المسافرين عبره، بل حولته لثكنة عسكرية، فكان من الطبيعي أن يكون الرد من الجانب السعودي بإيقاف العمل بالمنفذ. في بداية المعارك الذي قمنا بها نحن الجيش الوطني في منفذ الطوال، تم تحرى الحوثيين والحوافيش من هذا المكان. في الأيام الأولى لخوض معارك الساحل الغربي بمحافظة حجة، تمكن الجيش الوطني من دحر الحوثيين عن المنفذ الجديد، فيما ظل القديم الذي يبعد عنه بنحو 5 كيلومترات تحت سيطرة الميليشيا. لم تكن خزينة الدولة هي الخاسرة الوحيدة لإغلاق أهم شريان تجاري، طالما كان رافدا أساسيا يدر على الاقتصاد الوطني عائدا كبيرا من الدخل، فأكثر من 1 مليون مغترب يمني في السعودية كان لهم حظ وافر من الخسارة أيضا، إذ يعد منفذ الطوال الطريق الأقرب والأسهل لعودتهم، وبإغلاقه وجدوا أنفسهم عالقين بين انتظار أن يفتح من جديد أو البحث عن بديل بمسافات وتكاليف مضاعفة ومشقة أكبر. إغلاق منفذ الطوال سبب عائق كبير لنا كمغتربين يمنيين في المملكة العربية السعودية، بحيث سفرنا من منفذ الوديعة تقريبا 2 إلى 3 أيام حتى نوصل إلى قرانا. إحصاءات رسمية تقدر نسبة 80% من الصادرات الزراعية والثروة السمكية كانت تعبر من منفذ الطوال بصورة يومية فتوقفت، ومن هنا يبدو لنا حجم الخسارة بفقدان هذا المورد الهام.